الأطفال غراس الحياة، قطوف الأمل، قرة العين، زهور الأمة، براعم الأمة، هم البشرى. يا زكريا إنا نبشرك بغلام. هم قرة العين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هم المحبة، هم المودة والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال علماء التفسير: المودة والرحمة هم الأولاد، هم زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لذلك أيها الإخوة، رعاية الأولاد واجب ديني، محبتهم قرب إلى الله لأنهم أحباب الله. يعني قصة رمزية للتوضيح: نبي كريم مر بامرأة تخبز على التنور، وقد وضعت ابنها على إحدى طرفي التنور، وكلما وضعت الرغيف في التنور ضمت هذا الصغير وشمته وقبلته. تعجب هذا النبي، قال: يا رب ما هذه الرحمة؟ هي رحمة الله عز وجل. فالله عز وجل قال: وسأنزعها. فلما نزع الرحمة من قلب الأم بكى هذا الطفل فألقته في التنور. لذلك محبة الآباء والأمهات لأولادهم هي محبة الله، وألقيت عليك محبة مني. هذا كلام دقيق جداً. الحب الذي يمتلئ به قلب الأم والذي يمتلئ به قلب الأب هي محبة الله لهذا الإنسان، أودعها في قلب أمه وأبيه. فلذلك الأطفال أحباب الله، ومحبتهم قربى إلى الله، ورعايتهم واجب ديني. الآن الآية الكريمة: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. ماذا تعني هذه الآية؟ نظام الأبوة والبنوة أكبر مثال نتعرف من خلاله إلى الله. كيف في إنسان همه الأول سعادة ابنه وهو ليس محتاجاً له أبداً، همه الأول تفوق ابنه، همه الأول صحة ابنه، همه الأول سعادة ابنه، كيف أن في بني البشر الأب والأم لا شيء عندهما أقرب إلى قلبيهما من الابن؟ يبذلان من أجله الغالي والرخيص والنفس والنفيس. تجوع الأم ليشبع ابنها، تخاف ليطمئن. على كل، نظام الكون من خلال الوالد والولد يعرفنا بالله عز وجل. للتقريب، الأم كيف أنها لا تنام الليل من أجل ابنها، وإذا مرض ابنها تكاد تموت قلقاً عليه؟ هذه رحمة أودعها الله في قلب الأم، فكيف بصاحب الرحمة؟ دقق: فبما رحمة من الله لنت له، وربك الغفور ذو الرحمة. أرحم الخلق بالخلق رسول الله، ومع ذلك جاءت الرحمة في الآية نكرة: فبما رحمة من الله لنت لهم، وربك الغفور ذو الرحمة. أيها الإخوة الكرام، الآية الكريمة: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد.
نظام الأبوة والبنوة أكبر تعريف برحمة الله ورعايته. الآية الكريمة: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم. الآن الآية الثانية: يوصيكم الله في أولادكم. نحن في القرآن الكريم الآية لها سياق ولها سباق ولها لحاق، لكنك إذا نزعت الآية من سياقها تشير إلى حقيقة ثابتة فوق الزمان والمكان، يعني ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذه الآية وردت في سورة الطلاق، معناها السياقي أنه من يتق الله في تطليق امرأته، من طلقها طلاقا سنيا طلقة واحدة، يجعل الله له مخرجا إلى إرجاعها. انزع هذه الآية من سياقها، هي آية تشير إلى حقيقة ثابتة، ومن يتق الله في كسب ماله يجعل الله له مخرجا من إتلافه، من يتق الله في تربية أولاده يجعل الله له مخرجا من عقوقهم، من يتق الله في كسب ماله، من يتق الله في اختيار زوجته. يمكن أن تكتب حول هذه الآية مجلدات. نزعت الآية من سياقها فإذا هي قانون عام، والآية هذه أتت في موضوع المواريث. انزعها من سياقها: يوصيكم الله في أولادكم، خالق السماوات والأرض يوصينا بأولادنا. والله أيها الإخوة، كلمة لعلها مؤلمة لكن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. لم يبق في أيدي المسلمين من ورقة رابحة إلا أولادهم، ومهما جمعت من أموال، ومهما ارتقيت إلى مناصب، ومهما ارتقيت إلى مدارج الرقي، إن لم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. لذلك الآية الكريمة في قوله تعالى: وَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا، اثنين آدم وحواء، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى، يعني بحسب قواعد اللغة فتشقيا، وَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، الآية فتشقى، أما السياق فتشقيا. ماذا قال علماء التفسير؟ قال: هذا إيجاز بليغ، لأن شقاء الرجل شقاء حكمي لزوجته. ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى، يقاس على ذلك الأب والأم يشقيان بشقاء أولادهما. والله الذي لا إله إلا هو، أحياناً يأتيني اتصال هاتفي، الأم أو الأب يكادان يموتان من الألم لانحراف ولدهما. أيها الأب، أيتها الأم، إن رأيت أو إن أردت حالة نفسية لا توصف من شدة ما فيها من سعادة، هي قرة العين. الآية الكريمة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يعني هذا العمل العظيم، تربية الأولاد، جزاؤه في الدنيا قبل الآخرة، في الآخرة جزاء عظيم. ما جزاؤه؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني أعمال ذريتهم ألحقناها بهم. إن ربيت ولداً صالحاً كل أعماله الصالحة في صحيفتك، الآن كل أعمال أولاده في صحيفتك، كل أعمال أولاد أولاده في صحيفتك، كل أعمال ذريته إلى يوم القيامة في صحيفتك. لذلك خير كسب الرجل ولده،
أعظم أنواع الكسب أن تعتني بابن يكون صالحاً من بعدك. ذكرت لكم من قبل أن الإنسان مفطور على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. سلامة وجودك بطاعة الله، والطاعة دائماً في الأعم الأغلب سلبية. أنا ما كذبت، ما أنا ما اغتبت، أنا ما قصرت، لكن العمل الصالح طابعه إيجابي يحقق السعادة. الاستقامة تبدأ بما، أما العمل الصالح يبدأ ببذلت، أعطيت، ضحيت، خدمت، أنفقت، بذلت. أنت بالاستقامة تسلم، وبالعمل الصالح تسعد. وبتربية الأولاد يستمر وجودك. والله مرة توفي عالم جليل، وفي آخر أيام التعزية وقف ابنه وخطب خطبة رائعة، فتأسرت تأسراً بالغاً وقلت: إذاً لم يموت ما دام قد ربى ابناً ليكون على شاكلته، ليكون داعية إلى الله، إذاً لم يموت. أنت بالاستقامة تسلم، وبالعمل الصالح تسعد، وبتربية أولادك يستمر وجودك. لذلك في الحديث الشريف: إن أولادكم من أطيب كسبكم. لكن يحتاج إلى وقت، يحتاج أن يكون ابنك معك، أن تلزم ولدك، أن توجهه. العمل الذي يمتص كل وقتك هو خسارة. ألغى أبوتك، ألغى تربيتك لأولادك، ألغى توجيهك لهم. وقد أكدت لكم كثيراً أن النجاح في الحياة لا يمكن أن يكون جزئياً. لا تعد ناجحاً في الحياة إذا حصلت دخلاً كبيراً وأهملت أولادك. لا تعد ناجحاً في الحياة إذا حصلت دخلاً كبيراً وأهملت عملك. لا تعد ناجحاً في الحياة إذا اعتنيت بأولادك وقصرت مع ربك. النجاح في الحياة لا بد من أن يكون شمولياً، أن تنجح في علاقتك مع الله، وعلاقتك مع زوجتك وأولادك، وعلاقتك مع عملك، وعلاقتك مع صحتك. إن أولادكم من أطيب كسبكم. والله لا أبالغ، أعظم عمل تقوم به أن تربي ابنك تربية إيمانية، أخلاقية، علمية، نفسية، اجتماعية، جسمية. أن تربي ابنك هذه التربية إذاً هو قرة عين. والله مرة، لا تتهموني بالمبالغة، قلت لأب: ابنه عندنا في المسجد لكن صالح جداً، متفوق في دراسته، أخلاقه عالية، ويتابع القرآن الكريم وطلب العلم. قلت له: والله هذا الابن بالمقياس المادي يسوى 100 مليار دولار. لو معك 100 مليار هذا الابن أغلى من هذا المبلغ، ولو كنت في الكفاف وعندك هذا الابن ما خسرت شيئاً. إذاً يوصيكم الله في أولادكم: يا أيها الذين آمنوا. إله عظيم يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعني تربية الأولاد بحسب هذه الآية فرض عين. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ورد في بعض الآثار أن البنت التي لا يربيها أبوها قد تتفلت وقد تستحق النار يوم القيامة. تقف هذه البنت أمام رب العزة تقول له: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي، لأنه كان سبب شقائي. فبين أن ترقى إلى أعلى عليين
وبين أن يسقط الإنسان في أسفل سافلين بتربية أولاده. أيها الإخوة، يوصيكم الله في أولادكم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وبالمقابل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هذه الآية تؤكد المعنى الشمولي: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ينبغي أن تربي أولادك، الله عز وجل يوصيك بهم، وينبغي أن تعتني بإيمانك واستقامتك وعملك الصالح. نحن إذا ذكرنا كلمة قتل يقفز إلى أذهاننا هو الذبح، لا. قال تعالى: والفتنة أشد من القتل. هذه البنت البريئة التي وئدت في الجاهلية، ما مصيرها؟ إلى الجنة، مع أنها وئدت، والله عز وجل يقول: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، واستناداً إلى قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل، معنى ذلك إذا لم تربي ابنتك وتفلتت وعرضت مفاتنها على الرائح والجائي ولم تكن منضبطة بمنهج الله، أنت بهذا قتلتها. والدليل: والفتنة أشد من القتل. لذلك الآية الكريمة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الإملاق هو الفقر. قد نفهم هذه الآية بالمعنى الواسع، يعني من أجل تأمين دخل كبير لا تهتم بدينه، لا تهتم بعقيدته، قد ترسله إلى بلد يعود كافراً بدينه وبأمته من أجل أن يحصل دخل كبير، وهذا مزلق خطير يقع به الآباء من أجل دنيا أبنائهم، دنيا أبنائهم. قد يكون محل في فتنة، في فساد، في اختلاط، في انحراف، في بلد بعيد، قد يأتي وقد ارتكب الفواحش. ترى الأب لا يهتم بدين ابنه كما يهتم بدخله وعمله، هذا مزلق خطير في حياة المسلمين. قد يفهم هذا المعنى من قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لأن الفتنة أشد من القتل. فأنت حينما تهمل دينه وعقيدته وتهمل استقامته ولا يعنيك طهارته أو انحرافه، كأنك قتلته، والفتنة أشد من القتل. والحمد لله رب العالمين.